محمد منير الإدريسي ولد عام 1970 بالدار البيضاء، هو وكيل العام الملكي لدى محكمة الاستئناف بورزازات. تعالوا مشاهدينا الكرام نتعرف أكثر على الأستاذ منير الإدريسي، حاصل على شهادة الماستر في العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي في موضوع اختصاص ضابط الشرطة القضائية بين سلطة الرئيس الإداري المباشر والسلطة مراقبة النيابة العامة. تقلد أستاذ محمد منير الإدريسي عدة مهام قضائية طيلة مشواره المهني، سبق له أن شغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائيتي الراشدية والجديدة، ومنصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، ومنصب نائب أول للوكيل الملك العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة. ويعرف الإدريسي بكفاءته العالية في تدبير القضايا المعروضة عليه والتزامه التام بتطبيق القانون وحرصه الشديد على إحقاق الحق وإنصاف المظلومين. أما حاليا فهو وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وخلال تنصيبه عبر عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها من طرف الملك محمد السادس، مضيفا بقدر ما أشعر به من اعتزاز بقدر ما يوازيه الشعور بجسامة المسؤولية وثقتها، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتقه تجعله متحمسا للقيام بمهامه الجديدة بكل حزم وتفان وإخلاص.